بين أهم ما كان حاصلا على مدار السنوات الماضية، أيضا الاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي وفق تجارب كل دول العالم توفر فرص عمل منخفضة الكلفة من حيث التمويل وتعتمد كذلك على العنصر البشري في مقابل المشروعات العملاقة التي تعتمد على الآلة أو الماكينة بشكل أكبر. عن أهمية ما بذل من جانب الدولة في هذا الإطار وحجم ما ضخ من أموال كانت ضخمة في أوقات كثيرة في هذا القطاع، قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المهندس طارق شاش نائب رئيس مجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ينضم إلينا عبر الهاتف. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك، لماذا كان الأمر مختلف على مدار السنوات الماضية فيما يخص الدعم المقدم من الدولة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة؟ أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، تحياتي ليك وللمشاهدين. طبعا هو فعلا احنا الفترة الأخيرة ويمكن في عهد يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك اهتمام بهذا القطاع غير مسبوق. يجوز كنا بنتكلم في المشروعات الصغيرة في الفترات السابقة، لكن في خطوات حقيقة على الأرض هامة جدا اتعملت بتعكس اهتمام كبير جدا بالقطاع نظرا لأهميته زي ما حضرتك شرحت. يمكن إنشاء جهاز في حد ذاته يكون معني بتنمية هذا القطاع وينسق جهود الوزارات والجهات المعنية المختلفة لتنمية هذا القطاع، يمكن كانت خطوة مهمة جدا في البداية. بعد كده احنا أصدرنا قانون هام جدا هو قانون المشروعات الصغيرة سنة 20، وأصدرنا اللائحة التنفيذية بتاعته في وقت ممتاز جدا السنة دي. والقانون بيدي مزايا وحوافز وبينظم هذا القطاع وبيقدم تعريفات جديدة ويؤدي إلى طفرة كبيرة في هذا القطاع. فهناك ملامح كثيرة بتعكس اهتمام الدولة واهتمام فخامة الرئيس بالقطاع دوت، وحتى احنا هتلاقي الجهاز أصبح أو المشروعات الصغيرة أصبحت محور في كل المبادرات اللي الدولة بتقوم بها، سواء مبادرات رئاسية أو مبادرات قومية. كنا بنتكلم على التصنيع والإحلال المنتج المحلي، هتلاقينا بننسق مع وزارة الزراعة مع وزارة الصناعة في التجمعات الصناعية والترويج ليها ومساعدة الناس إنها تقدر تنتج وتطلع منتج يحل محل المنتج المحلي. هتلاقي احنا شركاء في مثلا مدينه دمياط للاساس، ازاي نقدر نمولهم عشان يبيعوا اكثر. هتلاقينا داخلين في شراكات مع وزاره الهجره عشان العماله العائده نتيجه ازمه كورونا، ازاي نقدر نساعدهم. فاحنا شركاء في اغلب دلوقتي المبادرات. اهميه المشروعات الصغيره دايما بتبقى عنصر هام جدا. هتلاقي حضرتك ايضا مثلا حياة كريمة، الجهاز له دور كبير فيها والمشروعات الصغيرة ليها دور كبير جدا في هذه المبادرة لتطوير الريف المصري. الجهاز يمكن هو اللي بيرأس اللجنة الخاصة بالمحور الاقتصادي في المبادرة. لأن مبادرة حياة كريمة فيها ثلاث محاور رئيسية، محور رئيسي منهم هو المحور الاقتصادي اللي يعني بيهتم. طيب باشمهندس، هو الرئيس السيسي كان مؤخرا وجه في ضوء اهتمام الدولة بمشروعات تجميع الألبان أن تدخل ضمن إطار مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأن تحظى بنفس المزايا وبنفس الدعم المقدم من الجهاز لهذه المشروعات، وحضرتك أشرت إلى أصناف وأشكال أخرى من المشروعات المرتبطة بالميزة النوعية في كل محافظة. هل هناك تقسيم مرتبط بكل محافظة يمكن أن تنال ميزة معينة في مشروع ما لها سبق فيه أو ريادية فيه؟ الحقيقه في الاطار اللي حضرتك بتتكلم فيه وفي اطار حياه كريمه بالذات احنا عملنا حصر. حضرتك عارف ان المرحله الاولى فيها 1500 قريه. نعم. الجهاز نزل في ال 1500 قريه، عمل حصر عشان يعرف اللي حضرتك بتقول عليه اللي هي ايه، هي الميزه التنافسيه في كل منطقه وفي كل قريه، وايه هي الصناعات المميزه لهذه الاماكن. وهناك قرى بتبقى متميزه بصناعه بعينها زي ما حضرتك تعرف مثلا اللي بينتجوا الحرير واللي بينتجوا السجاد واللي ليهم بعض، يعني القريه كلها بتشتغل في منتج واحد. فده بالفعل احنا شغالين فيه وشركاء فيه. وايضا في موضوع الالبان فعلا في توجه ان احنا ازاي نقدر نكمل سلاسل القيمه بمراكز تجميع البان للمصانع اللي هي ممكن تكون بتنتج هذه الالبان عشان نشغل ناس وعشان نقدر نكمل سلسله القيمه في هذه الصناعه. فطبعا خليني اقول لحضرتك ان احنا يمكن معدل حتى التمويل اللي قدمناه في الفتره الرئاسيه من 2014
حوالي 32 مليار جنيه. ده بالنسبة للجاز معدل يمكن 5 أضعاف المعدلات اللي احنا كنا بنمشي بيها قبل هذه الفترة. الجهاز مش لوحده اللي بيشتغل، الجهاز بينسق مع جهات عديدة تقدر تخدم هذا القطاع. حضرتك عارف ان مبادرة البنك المركزي 200 مليار واللي تم امتدادها وزادت اكتر حتى من كده في السنة دي، يعني اعلن محافظ البنك المركزي على ذلك. فالدولة كلها مع الاخذ في الاعتبار يا باشمهندس ان الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات ليس دعما ماليا فقط، لكن حتى دعم على مستوى دراسات الجدوى ودعم نوعي وخبراتي وتصريف للمنتجات وما الى ذلك. طبعا احنا ندي دعم فني وده اهم من التمويل. صحيح. يعني البنوك بتدي تمويل بس، ويمكن بدأوا يحاولوا يعملوا حاجات تانية، انما احنا دائما مهتمين بخدمات الدعم الفني. وحضرتك عارف المعارض اللي احنا بنعملها وخدمات التسويق والتدريب والدعم الفني باشكاله المختلفه. ويمكن احنا معرض تراثنا يعني فخامه الرئيس بيحرص يمكن حتى هذا القطاع في حد ذاته هو احد القطاعات يعني متناهيه الصغر، حظى باهتمام كبير جدا من فخامه الرئيس، ويمكن هو ده المعرض الوحيد اللي بيحضره دايما بانتظام معانا لحد دلوقتي. دي ثاني مره وان شاء الله تبقى ثالثه، نظرا لان كلهم ناس بساط وطبعا مهتمين احنا ان الناس دي نقدر نقف جنبها ونساعدها، وليها بعد طبعا ثقافي وتراثي وممكن تبقى مصدر دخل وتنافسيه يعني لمصر زي ما في دول ثانيه. طبعا يعني هي نقطه في منتهى الاهميه فيما يخص دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. حضرتك كنت بتشير إلى المزايا التنافسية في كل محافظة أو مركز أو قرية، وأشرت حتى لصناعة السجاد والحرير، ولا أعلم إذا كان المقصود ساقية أبو شعرة في المنوفية وغيرها من بعض القرى. المساهمة التي يمكن أن يقدمها الجهاز فندم في إحياء ميراث كبير من الصناعات التي كانت تعاني في العشر سنوات الأخيرة أو ما قبلها. الحقيقه الجهاز له دور كبير جدا. خلينا يعني الصناعات اللي هي التراثيه بالذات او اليدويه والحرفيه احنا مهتمين بيها، ويمكن كلكم بتسمعوا عن المعارض اللي احنا بنقيمها في هذا المجال، ولكن الموضوع طبعا مش معارض بس، محتاج تسويق داخل مصر وخارج مصر، محتاج تدريب، محتاج تصميمات جديده، وهناك جهود بيننا وبين يعني غرف ومجالس تصديريه وجهات عديده، وزاره الصناعه طبعا، ان احنا ازاي نقدر نقدم دعم. لكن طبعا في قرى بعينها يعني بتبقى متخصصه زي ما حضرتك ذكرت كده ساقيه ابو شعره، ودي بتبقى ليها منهجيه ان احنا بنروح بقى نشوف يعني احنا بنسميه تجمع طبيعي لمجموعه من المصنعين في حرفه معينه، يعني بيحتاجوا تدخل بشكل متكامل بقى اكتر، وده من يعني اهتمامات الجهاز ولينا في الحقيقه شغل كتير. وعملنا حصر بالتجمعات دي كلها على مستوى مصر، يعني عندنا 145 تجمع موجودين عندنا في الجهاز اماكنهم وبيكتبوا ايه، وعاملين برنامج طبعا على قدر التمويل اللي بيتاح ان احنا نقدر نساعدهم ان هم يطوروا من شغلهم. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، شكرا جزيلا لحضرتك.